أبلغت فرنسا دبلوماسيها ومسؤولي وزارة الخارجية تأجيل السفر إلى إيران لأجل غير مسمى في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين وتأتي هذه الخطوة بسبب عدم تعاون طهران مع تحقيقات حول محاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي أحبطته أجهزة فرنسا وبلجيكا وألمانيا في عملية مشتركة أواخر يونيو الماضي وبحسب مذكرة لوزارة الداخلية الفرنسية فإن موقف الحكومة الفرنسية بتقييد سفر دبلوماسيها إلى إلى إيران يأتي رداً على موقف طهران المتصلب من فرنسا وعدم تعاونها في قضية التحقيق ومحاكمة المتورطين وعلى رأسهم مدبر الهجوم الإرهابي الفاشل وهو الدبلوماسي بالسفارة الإيرانية بالنمسا أسد الله أسدي